هناك حديث عند البيهقي، الحديث لفظه من سلم علي عند قبري سمعته، ومن سلم علي نائيا بلغته. فهذا الحديث يبين فيه بأن السلام عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام له ميزة تختلف عن من بعد، لأن من قرب يسمعه، وأما من بعد يبلغ. وبالتالي فإنه يعارض ما مر معنا من أحاديث التي جاءت بالمساواة. فيقول الألباني رحمه الله هذا حديث موضوع، ويقول وجدت متابعة ناقصة قد ينجو بها هذا الحديث من الحكم عليه بالوضع، لكنه لا يثبت. وكذلك ضعفه شيخ الإسلام رحمه الله. فإذا لا مزية لمن قرب على من بعد.